Yeah. الخير مساء الورد لكل مشاهدين برنامج رايكم شباب وحلقه جديده نتواصل فيها معاكم من الساعه خمس لغايه الساعه 6 حلقه الويكند يمكن اغلب الناس الحين طالعين بهذه الاجواء الجميله وفي ناس توهم رادين من الجامعه فنقول لكم الله يعطيكم العافيه وان شاء الله يا رب تكون اجازه سعيده لكم كل اللي عليكم تقضون معنا ساعه على الهواء مباشره من الساعه خمس للساعه 6 على شاشه تلفزيون الراين نتواصل معاكم من خلال تويتر البرنامج تويتر موجود معاي ابي اقول شكرا لكل الناس اللي قاعد يكتبون كومنتات جميله ولطيفه وما قصرتوا وان شاء الله يا رب اليوم اقرا اكبر عدد من هذه التغريدات المميزه وايضا اللي يحب يتواصل معنا من خلال اتصال اكيد طرق المشاركه تكون موجوده اسفل الشاشه ان شاء الله يا رب حلقتنا اليوم تكون مميزه بوجود ضيوفنا معنا اليوم راح يكون شاب مخترع عنده اكثر من خمسين اختراع تبارك الرحمن اكيد هذا مو شيء غريب على شباب الكويت يعني شاب في هذا العمر وعنده هذا العدد الكبير من الاختراعات يعني اكيد عنده سر كبير واكيد عنده حب كبير للعلم وللاطلاع فان شاء الله من خلال حلقتنا راح نتعرف عليه وراح نعرف اكثر عن حياته وشنو سوى وشنو الاختراعات اللي سواها بالاضافه الى حدث الارض مناسبه تجتمع فيها الاهتمام بالبيئه مع الحس الفني الراقي وايد راح يكون موجود معنا ضيفنا خالد الحمد راح ينورنا داخل الاستديو راح نعرف كل هذه الفعاليات تصير بالدير واكيد دائما عدسه برنامج رايكم شباب تكون متواجده معاكم بكل الفعاليات اللي تخص الشباب خصوصا الحين بالفتره الاخيره عندنا فعاليات جميله قاعد يهتمون فيها الشباب فنقول لكم دائما الله يعطيكم العافيه وان شاء الله دائما تلاقون الدعم المناسب لان هذه الطاقات الشبابيه مهمه جدا ان احنا نعطيها اهتمام لان فيما بعد راح نشوف نتائج ايجابيه شفنا كثير من المشاريع الصغيره بدت وكانوا ضيوف موجودين معنا في برنامج شباب حتى من قبل كم سنه والحين ما شاء الله تبارك الرحمن هي من اكبر المشاريع اللي موجوده عندنا في ديرتنا الحبيبه الكويت فكل اللي يحبون الاختراعات كل اللي يحبون يعرفون اكثر عن المواضيع او الفعاليات الموجوده عندنا بالديره تابعونا لنهايه حلقتنا وفي النهايه راح نتكلم عن موضوع ايضا مهم راح نتناقش فيه انا معاكم من خلال التويتر فكل عليكم انكم تتابعونا شكرا اللي قاعد معنا من الحين اللي داز تغريدات ما قصرتها وطبعا ان شاء الله راح احاول اني اقراها من خلال حلقتنا مو الحين عشان أه نتواصل عن أه الموضوع اللي بقوله بالفقره الاخيره نطر الفقره الاخيره عشان اقول لكم أه شنو الشغله اللي انا راح اتكلم عنها وانا ابي رايكم فيها لان اكيد موضوع جدا مهم او مميز ومثل ما قلت في البدايه اليوم عندنا ويك اند الكل طالع مستانس دير على نفسكم استانسوا في هذه الاجازه اللي عندهم امتحانات خصوصا الفتره هذه القادمه تكون فتره شوي حساسه بالنسبه للطلبة خصوصاً في الجامعات والثانوية العامة، فشدوا حيلكم ترى ما بقي شيء على نهاية هذا السمستر، فدرسوا اجتهدوا شوية وقت يعني حتى لو تقسمون وقتكم بين الطلع يعني الصبح قاعد تدرسوا أو بالليل تقدرون تطلعون يعني الواحد لما يقسم وقته يقدر يسوي الكثير من الأشياء يعني أنا لما كنت قاعد أحضر الحلقة قبل بدايتها قاعد اقرا المواضيع اللي عندنا احب اتعرف على شخصيه المخترع يعني شخصيا هو اكيد راح يفيدكم شلون هو يقسم وقته شلون هو سوى هذه الاختراعات خصوصا ان عمره صغير يعني تبارك الرحمن يعني خمسين اختراع في هذا العمر يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني الكل قاعد يتابع الحين يقول بس يبي يشوفونه وين راح يكون موجود ان شاء الله معنا مع راح تعرفون اكثر عن هذه الاختراعات نتمنى من كل شاب وكل شابه عندها موهبه ان هي تهتم في موهبتها وتحرص دائما على ان هي تنمي او هو ينمي هذه الموهبه ويروح للجهات المختصه عشان يشارك معهم فنتمنى ان شاء الله الكل التوفيق وان شاء الله الكل يشارك في مثل هذه الاشياء المميزه طبعا اليوم راح يكون ايضا معنا من خلال حلقتنا راح يمر معنا تقرير كنتاكي المميز والجميل اللي احنا نشوف فيه الوجبات المميزه طبعا من كنتاكي طبعا المطعم اللي انا وايد احبه فخلونا الحين مع بعض نشوف كنتاكي شنو عندهم نرجع لكم مره ثانيه في بعض الاحيان تكون في حاله تردد، هذا الشعور يصيب الكل، ما تدري انت عون تبي تاكل خصوصا في فتره الغداء ولا تبي تحلي، الحل يكون في فتره الصيف انك تروح تحلي في شيء بارد واللي هو باسكيل روبنز، بعد ما تاكل باسكار روبنز هني تعرف شنو راح تسوي بيومك كله بالضبط. وياكم حق العرض الاول لسلسله روبنز بالتحديد حق قطع الكيك الايس كريم دائما الواحد لما يروح حق زواره تكون بسيطه او زياره خاصه لصديق او حتى دوانية ما يكثرون عن اربع اشخاص تحديدا يحتاجون شنو يودي وياه من سويت خاص لهذا المكان فايس كريم موجود في باسك روبنز على طريقه الكيك اربع قطع مثل الكيكه الاولى اللي موجوده على يميني فيها الاوريو وفيها الكراميل وفيها الشوكولاتة وفي فيها الستروبري. تختار اربع انواع او تبي تكثف النوعين عن طريق كيكه واحده تختار قطعتين نفس الشيء واللي هو الكيك ويا الكراميل تختار نوعين يعني تقدر تختار اربع انواع او نوعين بكيكه واحده مقطعه اربع قطع عشان كذي باسكن روبنز سموها ايس كريم كيك فور بيسز بعد ما خلصنا من الايس كريم كيك خليهم على جنب ننتقل حق الاشياء البارده والسائله واللي هي الميلك شيك يقدم الميلك شيك في باسكن روبنز بثلاث انواع Can you give me please? النوع الاول واللي هو الشوكليت ميلك شيك لمحبين الشوكولاته ويا صوص الشوكلت ويا الكريمه اللي موجوده فوق. النوع الثاني بليز ثانك يو لفروتي او نقدر نقول اللي هو سروبري ميلك تشيك اللي يحبون الفراوله وايضا الصوص موجود ويا الكريمه الخارجيه. النوع الثالث والاخير واللي هو الكراميل ميلك تشيك وايضا في ناس تحب تسوي ميكس بين الشوكلت والفانيلا فعشان كذي موجود الكراميل ميلك تشيك. ننتقل الحين حق الستاندرز اللي موجود في باسك روبنز يقدم فول جديد، كره جديده في عالم الباسكر روبنز مع البسكويت واللي هو التشيز كيك بالبرتغال والتندرين، كره جميله تختارها يا تبيها مع البسكويت او تبيها بالكب او الكلاص اللي احنا نقدر نقولها هذه موجوده في صيف 2014 تحديدا في باسك روبنز الكويت، مرح نكه اكثر، نكهه اكثر. بعد ما شفنا هذا التقرير المميز يمكن دائما لما نقول امريكانا كثر ما انا احب كنتاكي يب طاري كنتاكي فاكيد كل الشكر لباسكر روبز هذا المكان المميز اللي لازم الحين في هذا الجو تحتاجونه عشان تروحون كل الشكر لعبد الله اللي على الزياره الحلوه ومدلع نفسك يا عبد الله في باسكر روبز وعليك بالف عافيه نرجع لموضوع حلقتنا اليوم مثل ما قلت لكم في بدايه الحلقه ضيفنا اليوم ضيف مميز جدا في بدايه الحلقه لازم يقولون ما شاء الله تبارك الرحمن شاب في مقتبل العمر عنده براءه اختراع في العديد من الاختراعات اللي هو سواها منورنا اليوم راح نتكلم وراح ندردش معه اكثر عن هذه الاختراعات حياك الله معنا علي غانم منورنا علي. الصابه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بدايه علينا نعرف عن بدايتك مع الاختراع شلون كانت؟ بدايتي ف اي شلون كانت؟ شلون كانت... اول ما بلشت يعني اول ما فكرت انك تبي تسوي اختراع شلون كانت؟ ايت يعني عده مراحل نعم فقررت اني اطورها اسوي احسن من كذي يعني واجهت في عقبات وتغلبت عليها يعني من ناحيه حصولي على براءه الاختراع كان علي اواجه العراقيل نعم فمنها يعني في نفس الافكار او يعني التقريبين لها فانا يبت بشكل متطور اكثر نعم انت اول اول مره يعني اول مره كم كان عمرك لما فكرت في اول اختراع تقريبا يعني كنت صغير صغير وايد اي شلون لك هذه الفكره يعني هل انت كنت من من صغرك كانت يعني تحب الاشياء الغريبه تحب تفتش الاشياء الانسان طبع فضول صح ف... فعلا وانا كنت افتش يعني العاب اطالع يعني اقول شلون شغل هالشغلات هذه تتحرك صح شغلات صغيره تحرك شغلات كبيره فبدأت أفكر شلون اصير يعني كمخترع اسوي شغلات جديده صح عكس اللي انا اشوف شيء قدامي المسه فعلا يعني دائما الانسان يصير عنده فضول انه وده يسوي شيء يكون خاص فيه، شلون الناس هذول سووا هذا الشيء فانا احب م. ان انا اسوي شيء يعني هذا الشيء لي، شو اللي جذبك لهذا المجال؟ خصوصا ان كثير من الشباب ما يعني ما ينجذبون لمجال الاختراعات وغيره، عندهم مجالات اخرى يحبونها، يعني عاده إن نشوف الشباب يحبون مثلا السيايير، يحبون هالسوالف، يحبون اشياء مختلفه شويه عن الاختراعات، انت علي، شو اللي خلاك تفكر ان انا لا، انا ابي ادخل مجال الاختراع؟ مجال الاختراع هي مجال علمي فانا كل ما اشوف في شيء اسمه علم احب اتعلمه. اي يعني مو بس الكترونيات حتى مجال الفلك والكيمياء نعم الفيزياء الطب ما الى ذلك. نعم. فهذا الشيء اللي خلاك ان انت تنجذب، احنا عرفنا ان انت يعني بالاضافه لهذه الاشياء كلها انضميت لفتره في علوم الكمبيوتر، فهل هذا الشيء فادك علي ولا لا؟ العلوم بالكمبيوتر دخلت فترتين. فتره نعم. من ايام النادي العلمي وبالتطبيقي. نعم. فالفترتين هذه من النادي العلمي ف يعني ما استفدت وايد بس مجرد انا تجيلي افكار الشغل اترك الشغلات هذه الموجوده. اي. فابي شيء يعني مميز، شيء يعني لي خاص. اي. فكذا انا اقوم اطور نفسي، واما انا دخلت فتره التطبيقي. <متسجيل> نعم يعني. درست أنت بالتطبيقات نعم يعني فهي عبارة عن دورة طباعة وتسجيل بيانات مهم ما لقيت يعني اللي أنا أحبه فضلت اللي أنا أحبه هو الإلكترونيات نعم <متسجيل> يعني أنت كنت حاب ترضي طموحك بشيء أن أنت تسوي عليه فأكيد <متسجيل> هذا شيء جميل وهذا شيء مميز أن الشباب يفكرون بأشياء أهم يخترعونها أكيد علي إحنا بنكمل معاكم كملوا مشاهدينا معاكم حلقتنا لكن نطرونا من بعدها البريك بريك سير مشاهدينا من بعد هذا البريك مكملين حلقتنا مع المخترع علي غانم حياك الله مره ثانيه معنا يا علي والحين حابين نكمل حوارنا معك نتكلم عن الصعوبات اللي واجهتك كمخترع شنو هي هذه الصعوبات وشنو التحديات اللي واجهتك؟ الصعوبات كبدايه مقارنه اختراعي مع اختراعات الثانيين نعم الموجوده لكن الفكره اللي انا بوصلها تختلف عن الموجودين واللي طبقوه واللي هم اللي كان حفظوا كاختراعات فهذه كانت هي العراقيل والمشاكل اللي واجهتني نعم. فاضطريت اني انا افكر أطورها نعم. فالتطوير لابد اني انا اقدر احصل كبراءه اختراع حقي نعم فاضح. ممتاز يعني انت تحس ان الحمد لله رب هذا هذه بس هي الـ الـ يعني المشكله او الصعوبه الوحيده ان انت حاب انك تطور يعني انت حاب تسوي شيء افضل من الشيء اللي هو موجود فهذا اكيد شيء جميل يعني لما نتكلم عن اختراعاتك شنو اهم اختراع يعني لاقى اصداء كبيره او اقرب اختراع الى قلبك؟ اقرب اختراع انا مسويه تحبه انت؟ احبه إيه شنو هو؟ فهذه الحين طرقة مسجل وهذا فعلى ما استلم البراءه هي عباره جهاز يعني شيء مو موجود جايبها يعني يعني قدامنا 100 سنه انا جايبها بهاليوم تقنيات ما شاء الله لا هي موجوده يعني بهالوقت هذه ايه؟ فأنا قلت لازم اعرف المكونات هذه فعشان كذي انا حبيت الالكترونيات اي وبديت اسجل وهذه <applause> يعني بتسوي اختراع يعني تقتصر علينا او توفر علينا 100 سنه لقدام يعني هذا اختراع مميز هذا اختراع اقول لك جهاز متعدد استعمالات حلو اي مثل كبصمتنا كهويتنا اي كحياتنا كل شيء فيها بجهاز واحد حتى احنا نسوق فيها يعني يعني موفر حياه الانسان بشكل مو طبيعي هذا انت حاليا قاعد تشتغل عليه هذا الاختراع ولا خلصت دزيته وهم نط ان شاء الله احس فيها براءه ان شاء الله يا رب العالمين اكيد احنا سعداء جدا ان انا يعني انا بالذات يعني سعيده ان انا اسمع هذا الكلام خصوصا من شاب آه كويتي ان شاء الله يا رب دائما آه تحصل على كل ما انت تتمناه عليه آه عرفنا ان انت آه تحب علم الفلك شنو يعني سبب حبك لهذا العلم الفلك مثل الالكترونيات لما شفته عالم يبي اتعلم عليه مع هي شغلات صغيره بس هذه شغلات يعني سبحان الله يعني يعني يقربني الى رب العالمين نعم ف دخلت يعني التصوير الفلكي فاصور وهذا اقول سبحان الله يعني السدوم ومجردنا درب التبانه نعم خصوصا في صوره ان شاء الله يعرضونها ف انا مع استاذ بدر العميره فشافني انا من نوع الاهتم بالعلم فهو قاعد يساعدني ويعلمني الشغلات اللي انا مجهوله بالفلك نعم والحمد لله يعني صار عندي يعني شو معلومات يعني قاعد استفيد فيها نعم ممتاز انه حلو انه تلاقي دعم من اساتذه كبار خصوصا ترى هم ما يقصرون مع اي احد يحسون انه هو فعلا حاب انه يتعلم هذا الشيء يعني وشيء حلو انك انت تحب الفلك يعني خصوصا ما ادري يعني اذا في ارتباط بين الفلك وارتباط بين الاختراعات تحس في ارتباط يعني في ارتباط شلون؟ الكترونيات داش بمجال كل شيء في التصوير في الطابق في كل شيء الاختراعات فانا مسوي حتى كنت اروح مع استاذ بدر بر السالمي للدرجه عندي المشكله هي اهتزاز في الصوره نعم فأضطرت كخبرتي بالالكترونيات اضطر اني اسوي ريليس عن طريق الكيبل نعم الكاميرا واحاول ان قدر ما إمكان أصوره في أخذ الوقت لما طلع لي كذا صورة يعني الحمد لله من أجمل ما يمكن تبارك الرحمن يعني شيء جميل واتمنى ان اشوف هذه الصوره ان شاء الله في يوم من الايام يعني اكيد راح تكون صوره مميزه وحلو الانسان يبدع في الشغله اللي هو يبي يسويها يعني مو يكون يائس ان انا مثلا ابي اسوي هذه الشغله ما ضبطت معي خلاص اخليها لازم اروح حق شغله ثانيه الانسان يسعى هو من نفسه انه يصحح هذه الاخطاء يمكن مثل ما تكلم في بدايه الحلقه قاعد اقول شاف في مقتبل الامر وعنده تبارك الرحمن لا اله الا الله خمسين اختراع يعني مو واحد ولا اثنين وحصلت على اغلبيه في في براءة اختراع. أه الكل ابي يقول يعني ايش كثر الفترة اللي ياخذها أه علي عشان يسوي مثل الاختراع الواحد؟ ايش كثر تاخذ مدة؟ كحفظ اختراع ياخذ يعني من سنة إلى سنتين إلى ثلاث وعلى حسب يعني توصل لأمريكا أو إلى دولة معينة يطلبها مخترع نعم. فأنا ظلعي ممكن سنتين فاستلمت الشهادة والحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن جميل طيب كلمنا عن مشاركتك في برامج التي تدعم العلماء والمخترعين مثل برنامج نجوم العلوم نجوم العلوم بعد ما شاركت فيه لاحظت انه وايد عيوب فيه برنامج يعني ما له مستوى لانه انا داش لي افكار جديده عكس انه سبعين الف مخترع نعم. لهم افكار موجوده وللاسف يعني هذه كلها عباره عن منتجات انا قاعد اشوفها وتنباع يعني بالاسواق نعم انا ابي شيء جديد فانا دخلت نجوم العلوم يعني بتحدى الكل لما انا اتحدى الكل هذا يعني لي شيء نعم ف... يعني انت حسيت ان انت طبعا هذا الكلام وجهه نظرك علي في هذا البرنامج ان انت قاعد تقول إن ما لقيت نفسك يعني مو الشيء اللي انت حاب انك تنافس فيه يعني المستوى اللي كان موجود مستوى يمكن اقل مستوى خليجي مستوى آه. يعني انت تحب تنافس على المستوى العالمي مستوى العالمي نعم، يعني. ان شاء الله يا رب دائما نشوفك من تميز الى تميز، يمكن تكون هذه احدى الصعوبات اللي تواجه المخترعين الشباب، آه، انت تكلمت اول شيء عن الصعوبه اللي واجهتك اللي هي انه شلون انت ممكن تطور من شغله انت تشوفها، اكيد في صعوبات ثانيه يعني صارت لك بحياتك، يعني ما في عندنا يعني 100% وكل يبلي اللي قاعد يتابعنا الحين يقول فعلا ما في انسان مخترع، آه، فنان، اعلامي، كاتب الا وصارت له صعوبات صارت له مشاكل عشان يوصل للمستوى اللي هو يبي انت علي شنو المشاكل هذه اللي صارت لك او الصعوبات اللي واجهتك اللي حسيت انه كانت ممكن توقف حجر عثر بينك وبين الاختراعات اللي انت حاب تسويها والله في مثل يقول الحاجه ام الاختراع فعلا وانا كما محتاج شغله ما ما اشوف انها متوفر شيء قدامي فهذا هو المثل اللي انطبق عليه نعم انت تحب كل شيء تفكر فيه تكون انت تسوي يعني حوالينك تقريبا دائما حياتك مرتبطه بالتكنولوجيا والله دائما دائما كل شيء عندك مرتبط بالتكنولوجيا التكنولوجيا والتفكير في بشكل دائم اكثر وقت تحب انت علي تسوي فيه اختراعاتك تحس ان تيلك الافكار في متى هذا الوقت متى هذا وين اي اللي تقعد في انسان يجي له فتره معينه اقعد بيني وبين نفسي اقول بفكر بشغله فلانيه، اقعد افكر فيها، اقعد اخطط لها، يعني انت متى الوقت المناسب لك؟ يعني وقت مناسب واللي اسوي انجازات شيء اي إن انا اطلع يعني اللي بداخلي يعني. افضي فيه يعني مثل الماي لازم يكون داخل بالجلاس. صح عشان شيء اشربه ف أغلب وقت اكون دائما بروحي بعيد عن الناس يعني دائما انا على حالي اسمع يعني اغاني و و افكار بشكل صوره يعني ما اقدر أصورها يعني بشكل فجائي. نعم. طيب اذا تبي توصل رساله رساله محبه او رساله شكر الى احد قاعد يتابعنا الحين كلها حق منه وليش؟ خصوصا الاهل أهل اشكرهم أهل على أهل دعمي وما صار معي. نعم. وشكرا البرنامج على نعم. استضافتي بعد أكيد أنت نورتنا وإحنا فخورين جدا إن أنت تكون ضيف من ضيوف برنامج جايكم شباب وأكيد أنت فخر كبير لكل شاب كويتي وأنت دافع أنك تعطي الدعم لكل شاب عنده حلم ودي يحققه ويحس انه لا مستحيل هذا علي قدامكم عنده تبارك الرحمن خمسين اختراع وان شاء الله نشوف زياده وانا اتمنى ان شاء الله في السنه القادمه اذا انا قابلتك او السنه اللي بعدها ان شاء الله يكون عندك المزيد من الاختراعات كل الشكر لك علي غانم وان شاء الله يا رب من تقدم الى تقدم تحيه كبيرة لك اكيد مشاهدينا نكمل حلقتنا معاكم نطرونا من بعد بريك جدا قصير رجعنا من بعد هالبريك ومكملين حلقتنا المميزه بضيوفنا المميزين اللي منورين عندنا الاستديو الحين راح نتكلم عن مهرجان حدث الارض اللي عندما تمتزج الطبيعه والبيئه بالفن يخرج لنا الفنانون بريشتهم ولوحاتهم اللي تعبر عن شعور مرهف اكيد راح نتعرف اكثر عن هذا المهرجان مع ضيفنا اللي منورنا داخل الاستديو خالد الحمد مراقبه العلاقات الثقافيه الخارجيه في المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب حياك الله معنا الله يحييك يعطيك العافيه الله يعافيك طول بعمرك بداية حابين نعرف أكثر عن فعاليات حدث الأرض والله حدث الأرض هو مهرجان يعني يختلف عن باقي المهرجانات يعني حاولنا الفكرة الأساسية كانت الثقافة والبيئة فإحنا يعني من جانبنا كدورنا كالمجلس الوطني الثقافي وفن الأداب نحاول أن نعطي توعية بيئية من خلال الفنون نعم ففي هالحاله كوننا اسسنا مهرجان حدث الارض نعم. والمهرجان المهرجان هذا يعني, يعني له دوافع يعني من شبابيه و راح يكون من الشباب وللشباب. نعم. يعني خصوصا اللي بالأداء يعني كمجلس يعني أكثر الناس اللي شغالين على هالمهرجان هم الشباب اللي في المجلس طبعا يعني نعم. ما نقول احنا طبعا يعني الله كل اللي في المجلس الوطني مشاركين والمدر اللي معانا ما قصر لكن ماطين حرية أيضا للشباب نعم. ويعني هذا شيء جميل صراحة لما يكون في قطاع حكومي. في الكويت يدعم شباب ويعطيهم حريه للعمل وهم طبعا يكونون يعني دور اشرافي وتوجيهي. صحيح، دائما الشباب طاقه ايجابيه يعني مميزه، يعني دائما عندهم افكار جديده، خصوصا الحين الشباب اللي قاعد يطلعون عندنا، هذا الجيل جيل مميز عندهم افكار غريبه، عندهم اشياء جميله وحلو توصل الرسائل من خلال الفن، توصل بشكل كبير جدا، طبعا كل مهرجان يسوونه يحطون فيه اهداف من اقامه هذه المهرجان، شنو الهدف من اقامه هذا المهرجان اللي هو مهرجان حدث الارض؟ الهدف يعني الهدف يعني احنا نقول عصفورين بحجر اه اللي هو اول شيء احنا عندنا البيئه وهي التوعيه البيئيه ايه؟ اي هذا الهدف الاول نعم. وغير كذا عندنا الفنون نعم. الفنون الحديثه اللي احنا قاعدين بها يعني احنا انا ما بدي وايد تفاصيل عن فعالياتنا لان احنا نعتمد على عنصر المفاجاه في هذا المهرجان يعني اول شيء مثلا اتوقع الجمهور يعني طبعا الدعوه عامه لكل الجمهور نعم. اه انه ما في ما في كراسي فيعني احنا عاده يكون في ستيج وامور هذه والمهرجان متحرك فعندنا حوالي 16 15 عرض لا. 15 عرض في ساعه وخمس دقائق واحنا فاحنا دورنا كان دور الشباب الفكره كانت انه يكون في تسلسل فكل عرض يلحق يكون العرض وراء ورا على طول فحتى الجمهور طريقه المفاجاه طريقه الاندماج طيب شلون نقدر نجذب الشخص ما نخليه يمل لان انا عندي مثلا عرض اذا بحطه الى نص ساعه كالم يعني كالمعتاد ما في يعني مو اي غلط اذا حطيناه كنص ساعه ولا ساعه أي. لكن الفكره انه اذا حطينا خمس دقائق احنا جذبنا الجمهور ولما نترك الجمهور يبي زياده أي. هذا عندنا نجاح انه والله يبي يشوف زياده آه. مو شرط ان نعطيه زياده لكن نعم. خلاص الفكره موجوده عنده فهذا النوع من الفن هذا النوع من الحركه هذه اللي عند يسمونها الترجمة الحرفية هي حدث فنون الحدث yeah. وبالانجليزي هي happening ارت وهي يعني ظاهرة حوالي يمكن بدأت تقريبا خمسة عشر سنين من جانبها الفلاش موبز اللي الحين تشوفينهم دعاية كذا اللي مثلا في مجمعات تشوفين خمسين شاب فجأة وقفوا ولا فجأة فهذه هم من هذه يعني مسماها تصنف تحت happening ارت اللي هو فنون الحدث فاحنا تقريبا 90 80% من فعالياتنا هي كلها تعتمد على جانب المفاجاه آه. جانب اللي والله من وين العرض راح يطلع تشويق يكون موجود فعلا هذا شيء اللي يطلب الجمهور الحين خصوصا انه خلاص ملينا من الاشياء التقليديه اللي قاعده تصير عندنا فحلو شيء أنه الانسان يكون مثلا يتنقل من مكان لمكان خصوصا يحرك ريوله بعد ان ملينا نقعد ونشوف نفس الشيء دائما فهذه افكار ممتازه جدا نتكلم عن الفنانين اللي مشاركين في هذا الحدث منو منو موجود ولا مفاجات بعد والله في مفاجات لكن اقدر اقول مثلا عندنا يعني احنا عندنا من سنز اوف يوسف ابناء اسمهم ابناء يوسف ابناء يوسف <applause> ابناء يوسف هم شرك وهم راب نعم. وايضا عندنا هم المشاركين عندنا زاهد سلطان وفنان شاب شاب وحاولنا طبعا عندنا فرقتين جايبينهم من فرنسا مع التعاون مع الثقافه الفرنسي وايضا عندنا دكتور محمد نصيف ومحمد شوشه هم عازفين وعندنا يعني شاعر هو ايضا موظف عندنا محمد الخالدي حاولين محاولين ان تركيز الشباب يعني وهم يعني الفرق من برا نعم. عساس يكون في الانتراكش ويكونوا عارفين ونعطي فكره على هالموضوع يعني احنا نبي ندعم الشباب لكن هم نعطيهم والله فكره عنه في مواضيع كذي وفي مواضيع كذي ف نعم ممتاز وحلو انه بعد تكون غير ان اسامي شبابيه فن راقي راح يكون موجود يسمعون اشياء جميله من الشباب اكيد كل فنان من الفنانين راح يقدم شيء مميز عنده حق هذا الجمهور اللي تعنى وياه لهذا الحدث المميز بنعرف شنو دور الفن في ايصال الرسائل الاجتماعيه يعني اكيد من خلال هذا الحدث انتم عندكم رسائل حابين توصلونها شنو دور هذا الفن في ايصال هذه الرسائل؟ دور الفن احنا يعني خصوصاً من بعض البرامج اللي احنا اشتغلنا عليها يمكن قبل ثلاث اربع اشهر دشينا على المدارس نعم اه فاعطينا خزان ماي تانكي ماي وزعناه على المدارس على خمس مدارس ورشحوا لنا طلبه فكان الفكره ورش الفكره شنو كانت انه الحين التوعيه البيئيه شيء للطفل مل ولا يعني كاشخاص احنا ملينا <applause> من والله تصب احط لك صبوره واقول لك 1 2 3 4 5 فالفكره كانت شلون اخلي الشخص ينجذب يعني في في في, في... يحب الشغله فاحنا لا والله عندنا احنا احنا دورنا دورنا فنون عندنا احنا انت اه... عندنا الثقافه والفنون وهذه هي وسيلتنا اي فاحنا مجرد انه والله احتفالنا في يوم الارض وهو 22 وهذا اليوم اللي قاعد نحتفل فيه 22 4 فهذا اه... هذا يوم الارض فدور الفن دور الفن هي الوسيله بالنسبه لنا الوسيله الاجمل يعني ان اقدر انا اوصلها اوصلها لان هذا شيء كغنى كهذا شيء يعني انا قاعد بالنهايه اللي معجبين الفن هم قاعد يشوف يشوفون شيء يرتاحون له او شيء جميل شيء جذاب فانا لما اخلي مثلا واحد يعني مثلا في ناس قلنا الحب اخلي واحد مثلا يغني ولا يرسم روحه عن البيئه نعم فهذه انا وصلت لطريقه غير اعتياديه غير على الشيء اللي احنا متعودين عليه ووصلته بشكل جميل وبالنهايه الفكره هي هي بدل ما اقول لك يا فلان لا تقط لب... لا تقط لب... لا تقط بالشارع لا تقط يعني اي اي كان وصف بالشارع قاعد اعطيك اياها في شكل في شكل فن. شكل فني في شكل فني شكل حلو يعني بدل ما اقول لك دير بالك لا تسوي كذي اجيك اياها مثل الفغنية حلوه، شيء كذي يمكن وخصوصا توصل حق الشباب وتوصل حق فئه الاطفال بعد هذا شيء مميز، يعني طيب الى متى تتوقع اقبال الجماهير على هذه الفعاليه؟ اقبال الجماهير على هذه الفعاليه، احنا يعني احنا احنا عارفين ان الموضوع مو بالسهوله اللي احنا متوقعينها، واحنا عندنا يعني الحمد لله قعدنا آه خصوصا مع المجلس الوطني واحنا فكرنا ان هذه النواتج ثمار المهرجان هذه ما نقدر <applause> احنا نشوف ثماره بعد سنه ولا يعني احنا هذه الخطه احنا من العام احنا بدانا من <applause> فكرنا فيه من خططنا العام قلنا والله احنا الى سنتين ثلاثه اربعه بعدين راح نبدا نشوف بعدين راح نشوف نبدا آه الناس تتفاعل يعني احنا فكرنا ان مثل ان يكون هالمهرجان هذا مو بس والله مهرجان وصار وتم لا احنا نتغلغل يعني ندش شوي شوي مثل ما دخلنا بالمدارس، دخلنا عند الطلبه، دخلنا عند الهيئات اللي اللي عندنا، فشلون نقدر نتغلغل؟ هذا شيء نقدر نجاوبه لكن متى راح تشوفونه؟ ان شاء الله في سنتين ثلاثه اربعه في المراحل هذيك راح نشوف الثمار. صحيح يمكن الرساله اللي متوصلها مثل الشغله اللي تسويها بسرعه تروح بسرعه بس الشغله اللي انت تسويها على الراحه وتكون دارسها وحاب يعني عندك خطه فيها بالله. ممكن تلاقي نتائجها حتى اذا مو بشكل سريع فيما بعد تكون موجوده ايه. قاعد نبني اساس بالاحرى نعم. اساسنا صح قاعد نحاول نبني هذا شيء صح طريقه اساس هذا يعني والله بقول لك بسوي عرضك اليوم نعم. الثاني يخلص لا في 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 طرق في في ثبات في يعني هداوه في الموضوع هذا وان شاء الله خير نعم اذا بنتكلم بصراحه عن الوعي البيئي هل عندنا وعي بيئي كافي في مجتمعنا ام شو ماكو شيء اسمه وعي بيئي كافي نعم. يعني احنا لو نقدر نروح ونروح ونروح بالنهايه هنا يعني راح يكون راح يطلع لك شاء الله راح تو احنا دولة تنتج بترول يعني احنا نعم. ف هل هناك وعي كامل؟ انا اشوف طبعا يعني احنا الهيئه العامه البيئة مثلا قاعد تقوم بدورها. نعم. آه لكن آه و أيضاً الجهات المعنيه في بس في من الافراد هل عندهم يعني هل مه... انت ما قاعد تشوف حوالينا؟ يعني انا امانه وايد اشوف ان الاشياء قاعد تصير خصوصا على الشواطئ، روح بالويكند شوف على الشواطئ يعني مخيمات حلو ان نوصل لهم رساله ان انتم استمتعوا واستانسوا بس انه في نفس الوقت حاولوا على يعني نظافه هذا البيت هذا هذا الفرق هذا اي هذا الفرق بين يعني لما احنا نقول بالثقافة بالثقافة انا اقول بالثقافه ادش الثقافه انا قاعد ادش على الطفل انا يعني بالبدايه حرصنا على الطفل وعلى الشباب وقاعد يعني احنا قاعد قاعد يعني التوجيه احنا قاعد نحاول ندش في فكر فلما انا اجيبه بطريقه حلوه انا قاعد ادخل فكر شخص نعم. خصوصا الطلبه خصوصا الشباب يعني ما يعني خلاص يعني في ناس وصلوا مراحل مثلا يعني الكبار خلاص انت مو ما نقول والله خلاص تاخرنا عليهم أي. لكن والله عندنا شباب الحين باكر بعد 20 سنه هم اللي ماسكين المناصب هم اللي بربون عيالهم هذه الفتى اللي عندنا الجيل اللي 10 سنين 15 سنه نعم. هذا اللي احنا نقدر نغير فكره هذا اللي مخه طري فلما ندش عليهم احنا لما ناسس يعني ولما نشتغل وخصوصا الحين احنا بهالمهرجان هذا قاعد نشوف عندنا شباب قاعد يشتغلون ويانا متطوعين خصوصاً جماعة نشر المحبة اللي هم مجموعة متطوع يعني متطوعة وعندنا كان عندهم أيضاً عندهم حملة تطوعية عن نجمع بطول الجزاز وقلاصات الجزاز. في حملات كثيره قاعد يقودونها شباب عشان هم يحافظون على البيئه، ايضا كان عندنا بعد ضيوفنا في احدى الحلقات كانوا شلون يزرعون الارض كلها خضره، شلون تصير الكويت كلها خضره، أه. فاكيد هذه الاشياء جميله ومميزه وفعلا انتم اعتمدتوا على عنصر التاسيس، يعني هذا شيء مميز جدا ان احنا ناسس عشان نلقى ثمار هذا التاسيس فيما بعد، يعني اذا انت بتيجي مثلا تقول رسالتك او هذا بشكل سريع ولا بشكل مو حلو بتروح بسرعه فالتاسيس شيء جميل، خالد حاب تقول كلمه اخيره لكل شاب وشابه طفل وطفله ام واب قاعد يتابعنا. والله يعطيكم العافيه الله على يعني شباب احنا صراحه مثل ما قلت احنا المهرجان هذا للشباب. نعم ف واحنا لما ندعي الشباب نقول لكم والله هي الدعوه في تاريخ 22/4 نتمنى حضورهم وليس فقط بالمشاهدة لان احنا كل الفرق اغلب يعني ما الفرق في ناس تطوعوا في ناس حاولوا نشتغل معهم بطريقه ثانيه لكن بالنهايه اذا اذا بهم يجون يشوفون عشان يشاركونا السنة لان يعني في لهم يعني احنا قاعدين نحاول نكون شبكه نعم شبكه للشباب عندهم طاقه عندهم عندهم فكر عندهم حس فني خلي يجون يشوفون وفي طرق للتواصل معنا احنا عندنا في البوستر البوستر اللي عندنا وفي نعم. كل يعني موفرين كل الطرق اللي يتواصلون وياه يعني سواء كان على انستغرام والاليات كلها إن شاء الله يا رب يكون في حضور كبير لهذه الفعالية المميزة أكيد هذه الفعالية مفيدة جدا لنا إن شاء الله يا رب كل الشباب يكونوا موجودين يروحون يشوفون خصوصا عندكم مفاجآت وفي عنصر التشويق وعنصر المفاجآت الجميلة فكل الشكر لك أكيد اللي نورتنا اليوم خالد الحماد مراقبة العلاقات الثقافية الخارجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تحية كبيرة لك ونورتنا مكملين حلقتنا معاكم راح ندردش راح يكون تويتر موجود معنا بعد هالبريك رجعنا من بعدها لبريك ومكملين حلقتنا مثل ما وعدكم. ان شاء الله راح اقرا التغريدات الجميله اللي دزيتوها لنا بس قبلها خلينا نشوف الموضوع اللي اثار اكيد تعليقات كثيره في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الصوره تظهر فيها او يظهر فيها الدوق ودوقه كامبرج الامير وليام وزوجته كاثرين وطفلهم الصغير الحلو الكتكوت اللي عمره ثمان اشهر واهي شايلته يعني الكثير يقول ان اميره انا بخلي قلمي عشان اعرف اعلق ان اميره وشايله ولدها بنفسها يعني ما استعانت باحد انه هو يشيل خصوصا احنا الحين نشوف لما نطلع في اي مكان ان مثلا اذا سيده عندنا او بنت موجوده في مجمع تجاري اذا كل طفل معاه عامله او شغاله عشان هي إيه تشيله فشوف شلون هي إيه عطت او ضربت مثال جميل لتربيه ابنها وصوره عفويه وصوره رائعه، والله بصراحه ولدها يهبل يستاهل انه واحد يشيله يعني هذا لو ولدي انا اشيله كل مكان معي، بس شيء جميل انه هي شايله ولدها ودايره بالها عليه يعني خصوصا بعد يقول اميره وبرستيجها وشلون لو وحده لو ثانيه تشخفت على نفنوفها يخترب اولادها فهي كل هذا ما همها وشالت ولدها وصورت هالصور هذه الجميله اما عندنا بعض البنات البعض وليس الكل أه لازم تستعين باحد يشيله ولا ما لها خلق تشيل ولدها ولا تخلي الخادمه تشيل طفلها فاكيد رح ناخذ آراءكم من خلال هذه الصوره ابي تعليقاتكم هل انتم يعني مع ان البنت دائما تشيل طفلها او تستعين باحد انه يشيل هذا الطفل مكانه معنا ام انوار مساء الحب والسعاده ام انوار هلا حبيبتي مساء الخير شلونك؟ اخباركم؟ الحمد والله, والله نعم برنامج وايد حلو اسعاكم على القوه ان شاء الله مشكوره حبيبتي تسلمين، أنتي ايش رايك في الصوره اللي تونا شفناها على الهواء ان هي اميره وشايله طفلها بنفسها، إيه. يعني ايش رايك انت معه ولا لا؟ والله شوفي انا اتكلم عن تجربه كوني ام أي؟ يعني هي بصراحه يعني اعتبرها ام مثاليه يعني الامهات اللي انا اشوفهم حاليا ما لهم خلق صحيح. ويعني ما لها مقاقة تشوفيها تقطع عيالها على الخدم وما لها خلق والخدم ما يندرى شي يسوون بالياهل يعني صح. حرام صح. يعني والياهل بعد يعني يكسر خاطر بهالعمر انه ما يتكلم ما يقول هالشي يضرني ما يعني ما ما تدرين الخدم شي يسوون فيه يعني شي صح. يكسر الخاطر بصراحة وبالنسبة ف... حقها يعني كونها أميرة ويعني يعني ما شاء الله عليها بصراحة روعة يعني شيء يعني إنسانة بصراحة جدا مثالية فعلاً, يعني فعلا انا انا عيدت. انا نفسي يعني خدامه ما خليها تمسك الياهل ولا حتى تنظف لها يعني خليها حق البيت تمسح تنظف يعني اما تروح تلاقي عند بنتي ولا شيء لا ما حد صح يمكن أنت تحبين ان انتي تعتنين بطفلتك بنفسك شكرا يا ام انوار وانا ايد كلامك 100% شكرا حبيبتي سعدت جدا باتصالك دائما ندير بالنا على هذه النعمه اللي رب العالمين اعطانا اياها يعني فعلا هي انسانه متواضعه ورائعه جدا يعني ان اهي تهتم بطفلها بنفسها وما تستعين باي احد انا انقهر لما اشوف يعني مثلا السيده ماشيه في مجمع تجاري ما تدير بالها على طفلها او طفلتها يعني انا من كم يوم كنت في احدى المجمعات التجاريه ام كانت قاعده بالكافيه واثنين من اطفالها بنت وولد كانوا يصعدون ينزلون في السلم الكهربائي يعني انا اللي كنت اصرخ انه انه يعني لا ايديكم التعور لا تعورون والام من بعيد كانت قاعده بكل هدوء يعني ما كان ماثر فيها هذا الموضوع فيعني الواحد شي يقول يعني دائما نقول لكم دير بالكم على هذه النعمة معنا اتصال آخر من بعد اتصال أم أنوار نقول ألو ألو سلام هبة هلا وغلا يا هبة هلا فيكم شو أخباركم الحمد لله تمام شو أخبارك الحمد لله موضوعكم وايد عجبني بصراحة يعني حبيبتي أمهات تفتون على عيالهم أطفالهم بالذات يعني فترة الطفولة هذه وايد يعني مهمة نعم. أول ثلاث أربع سنوات يعني الدراسات اثبتت ان شخصية الطفل تنبني من أول ثلاث سنوات يعني صحيح. تبني ثقته بنفسه القدرة على التعلم الكاريزما حتى حالته النفسية الاستقرار النفسي يعني تنبني بالفترة هذه صحيح. حتى الذكاء يعني الطفل لاحظ الطفل الأم دائما تراعيه وتقعد معه وتري معدل تعلمه أعلى من الطفل الثاني صح. اللي مثلا بيد الخدامة الخدامة هذه كلشر ثقافة غير يعني حتى تلقينا ما يعرف يتكلم عربي او لهجه كويتيه ولا يتكلم صح لغتها تلقينا ضايع الدراسات اثبتت بعد ان سبحان الله حضن الام ومسح ايدها يعني على راسه قوي جهازه المناعي تزيد هرمونات السعاده عنده يعني حتى لاحظي قبل 14 قرن الرسول عليه الصلاه والسلام على الايتام ليش قال امسحوا بيده احضنوه يعني غير الاجر العلم الحين اثبت ان جهاز المناعي حال استقرار نفسية كل هذا يزيد سبحان الله الفتره هذه فتره الطفوله. يعني انا اشكرك من كل قلبي في بعد عندك كمله كمله اخذي راح تجيب. أيوه والله حلوقتي. ودي اكمل قولي يعني حتى كان في فتره حرب العالميه الثانيه باوروبا كان منتشر يقولون مرض التايفود. الدكتور لاحظ ان في سكشن كامل أنه اول ما تطيح حراره وينقضون العيال كذي يموتون وفي سكشن ثاني لا يومين ثلاثة ايام الطفل يطيب خلاص فلاحظ ان الممرضه شنو كانت تسوي؟ بس تحضنهم تمسح اراسهم تداريهم وكذي. لاحظي فتره الحين الامهات اللي يحطون العيال يعني عند الخدامه مناعتهم كلها طايحه تعبانين بالمستشفيات حتى معدل نموهم شنو؟ بطيء صح. مو يعني جسمهم بنيتهم الصحيه يعني داون. صح. فعلا يعني انا ايد الكلام اللي انت قلتيه 100% وشكرا على هالمعلومات الجميله اللي اثريتي فيها، موضوعنا دائما نقول دير بالكم على ابنائكم، شيلوهم، استانسوا معاهم، افتخروا فيهم، يعني انا اعرف بعض الامهات انه حتى هي ما تدري عن ولدها، يعني حتى ما تدري عن طفلها، يمكن تلاقيه مسافر ولا رايحه ولا راده، يعني دير بالكم على ابنائكم لان هذه نعمه من رب العالمين، لازم ان احنا ندير بالنا عليهم، يعني شوفوا يعني قاعد يعطونكم امثله. تشوف هذه أميرة ومركزها ومنصبها لو حد ثاني تقول لك ليش أنا أشيله وأتبهذل مثلا ولا أتدمر خصوصا هذا الطفل عمره 18 شهر ممكن يأذيني ممكن يعوزني لا هي شايلة طفلها وهي سعيدة أصلا قاعدة تبتسم مو ضايق خلقها على عكس بعض البعض احنا دائما نقول البعض وليس الكل انه في امهات رائعات جدا احنا نشوفهم دائما يشيلون ابنائهم ويديرون بالهم عليهم ودائما يكونون موجودين معاهم انا اشوف هذا النموذج فعلا يعني حتى اطفالهم يكونون يهبلون طريقه كلامهم حلوه الكلمات المصطلحات اللي ياخذونها مصطلحات اللي هي تمثل المجتمع يعني نفسه مثلا اذا بالبيئه الكويتيه يتكلمون كويتي اللهجه الكويتيه الصحيحه 100% على عكس البعض الاخر الحين خلونا نروح مع بعض نشوف فلاش مهم جدا يتكلم عن القهوه واثارها السلبيه علينا نشوف الفلاش ونرجع من منا لا يبدا نهاره بتناول فنجان من القهوه لكن هل تعلمون ما هو الحد الاقصى لتناولها في اليوم وما هي الاضرار التي قد تنتج عن الافراط في تناولها اثبتت دراسه امريكيه حديثه ان القهوه الغنيه بالكافيين يمكن ان تزيد من مخاطر الاصابه بنوع من الجلوكوما وانه على شارب القهوه ان يدركوا ان الاكثار منها قد يعرضهم لفقدان البصر وان شعوب الدول الاسكندنافيه يعانون من اعلى معدلات الاصابه بالجلوكوما وذلك لانهم اكثر الشعوب استهلاكا للقهوه الغنيه بالكافيين في العالم فالأشخاص الذين يتناولون ثلاثة أقداح من القهوة أو أكثر يكونون عرضة للإصابة بهذا النوع من الجلوكوما مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون القهوة، ولم تجد الدراسة أي علاقة بين هذا المرض وبين تناول المشروبات الأخرى الغنية بالكافيين مثل الشاي أو الصودا أو الشوكولا وكذلك القهوة الخالية من الكافيين. رجعنا بعد ما شفنا هذا الفلاش المميز اللي أعدت لنا إياه معدتنا الجميلة المميزة رندا وأكيد معلومات جميلة خصوصا الكل يجهل هذه المعلومات ويشرب أيام الامتحانات كميات كبيرة من القهوة وما يدري عن الأضرار السلبية اللي ممكن تأثر علي كومنتات جميلة أنا معه وبقوة وصورة جميلة وأم مثالية وحنونة وإن دل على رقيها الإنسان بتواضعها ولو كانت أميرة ومثال رائع للأمهات من لما شكرا يا لما ايضا عندنا كومنت ثاني يقول هي إيه بصراحه ام مثاليه ومتواضعه مو نفس بعض الامهات عندنا حاطينهم عند الخدم والله يحفظها ولدها الكتكوت من عذاري العازمي تحيه كبيره لك تحيه كبيره لكل البنات اللي كاتبين كلمات طيبه لي طبعا في وايد بنات قاعد يسالوني ان اليوم راح تطلعين بالويكند ما في احد راح يطلعني فما عندي احد يطلعني اني قاعده انا اليوم بهالويكند يعني شكرا على المشاركات الرائعه اللي قاعد تكتبونها وفعلا تعليقات تكون دائما جميلة ومفيدة ايضا، احنا ما حطينا الصورة عبث يعني عشان نستفيد منها خصوصا احنا كبنات في بنات مقبلين على الزواج وان شاء الله راح يصيرون امهات ديروا بالكم على عيالكم استانسوا وطلعوا معاهم، ديروا بالكم عليهم، انتم بنفسكم قوموا بهذه الواجبات عشان أهما لما يكبرون يعني تكون في بينكم وبين بعض عاطفة كبيرة يعني مثل ما انت خدمتيه وهو صغير لانك والدته وهذا يعني دورك الطبيعي هو راح يصير يسوي لك كل الاشياء اللي انت سويتي لها وهو صغير وفعلا الطفل او الطفله يعني نعمه من رب العالمين دور ديروا بالكم عليهم دائما وان شاء الله يا رب تكون حلقه اليوم عجبتكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها خصوصا كان عندنا مواضيع جميله حدث الارض مهرجان جميل مشوق وايضا عندنا المخترع علي يعني نموذج للشاب الطموح المكافح يعني مثل ما خذينا الطقوس الرائعه اللي هو كان يسويها، كان يحب دائما انه هو يقعد بينه وبين نفسه عشان يفكر بهذه الاختراعات، يحب انه يسوي اشياء أو هو يخترعها، فاحنا دائما نحط لنا هدف وناخذ قدوه معنا في حياتنا عشان يكون حافز لنا، فان شاء الله يا رب تقضون ويكند سعيد، انا خلصت معاكم هذه الحلقه، ان شاء الله نشوفكم يوم السبت بحلقه يبدا من برنامجكم شباب من الخمسه لغايه الست، مع الف سلامه.